أكدت الأستاذة دلال جاسم الزايد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى عضو البرلمان العربي بمناسبة تسلمها جائزة التميز البرلماني من الاتحاد البرلماني العربي، أكدت اعتزازها بهذا التكريم الذي يعد إنجازا يضاف إلى سجل إنجازات مملكة البحرين. هذه الجائزة جدا نفتخر فيها على المستوى الوطني والعربي كنساء بحرينيات، ومن الواجب صراحة ما أستهل فيه هو امتناننا دوما كنساء برلمانيات في العمل التشريعي لقائد مسيرتنا جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الله يحفظه، فيما أرساه وترسخ تطبيقا من خلال الواقع الفعلي لمباشرتنا الحقوق السياسية والمشاركة في الشأن العام. فهذا فعلا أولى مؤشرات اللي إحنا نأكد فيها كيف تمارسها المرأة البحرينية في وطنها. وأيضا نطاقها أصبح في زيادة مساحة مشاركتها على المستوى الإقليمي العربي، وهي مبتنات جائزة على كم ونوعية ممارسة الدور التشريعي والرقابي وإسهاماتنا في السلطة التشريعية محليا وخارجيا. ونعتبرها طبعا أنها عامل محفز ليكون يعني للعضو مشاركاته وإسهاماته المؤثرة